السلام عليكم. هنكمل ان شاء الله النهارده مع بعض في محاضرات الكاد. النهارده المحاضره الخامسه، وفي شويه اوامر ان شاء الله نبدا بيها نتكلم عليها في القائمه بتاعه الموديفاي. اول امر منهم هو الاري. الاري ده امر انا بستخدمه عشان بيبقى في عندي اوبجكت معين ببقى عايز اكرره بطريقه معينه. الطرق اللي انا بكرر بيها الاوبجكت بتاعي في الطريقه الريكتانجلر زي اللي باين عندنا في الصوره ديت. احنا بيبقى عندنا في اوبجكت بنبدا مثلا، يعني لو افترضنا ان الاوبجكت بتاعنا هو الدايره دي وعايزين نكررها على مسافات صفوف واعمده. النوع ده من الاريز انا بسميه الريكتانجلر اري، بيكون فيه التكرار في اعمده وصفوف. في نوع تاني اللي هو البولر اري، اللي هو النوع دوت بيبقى في عندي الاوبجكت وببدأ اكرره على مسار دائري. النوع الاخير بيبقى انا عندي اي مسار سواء كان بالشكل ده او حتى خط بالشكل ده، ايا كان شكل المسار بيبقى في عندي اوبجكت وانا عايز اكرره على المسار دوت، فبيبقى اسمها الباث اري. طيب لو جينا بصينا على الموضوع ده في الكاد نشوف الاول احنا امر اري بنجيبه منين. بنجيبه من قائمة موديفاي هنا، او ممكن ان احنا نكتب ar انتر في الكوماند لاين. لا مش ar كده. فال ar بيعمل اكتيفيشن الامر بتاع الاري، او بجيبه من القايمة بتاعت موديفاي من هنا. وزي ما احنا شايفين السهم اللي جنب الايقونة بتاعت الاري فيها ثلاث انواع بتوع الاري، في الريكتانجلر وفي الباث وفي البولر اللي احنا قلنا عليهم. هنفترض مثلا ان انا الاوبجكت اللي عايز اكرره هو عبارة عن مستطيل بالشكل ده، عايز اكرره على مثلا تلات أعمدة وأربع صفوف. يعني أنا عايز في الآخر يبقى في عندي 1 2 3، يعني أو خدها يبقى 4 أعمدة، يبقى أنا عايز 1 2، يبقى أنا عايز تلات مستطيلات في الصف الواحد، يعني عندي 3 أعمدة، وفي الصفوف عايز 4. طيب هعمل ازاي الموضوع دوت؟ أنا هختار الأوبجكت بتاعي. أنا قلت أسهل طريقة إن أنا أختار الأوبجكت في الأول وبعد كده أبدأ أعمل عليه الأمر اللي أنا عايز أعمله. وهاجي من هنا هقول انا عايز الريكتانجلر اري دي الديفولت المتفعله، فهدوس عليها. طيب احنا اول ما بندوس عليها بيظهر زي ايه بريفيو للاري، بمعنى يعني مش ديت الاري اللي هي اللي انا هستخدمها في النهايه، لكن ده البريفيو بناء على الانبوتس اللي موجوده حاليا. يعني طيب لو جينا بصينا على الاختيارات المتاحة بالنسبة لنا، احنا في عندنا عدد الأعمدة وعدد الصفوف والمسافات بين الأعمدة والمسافات بين الصفوف، وممكن برضو ان احنا بدل ما نختار المسافات ما بين الأعمدة وما بين الصفوف، ممكن ان احنا نختار المسافة الكلية اللي يكون فيها الأعمدة بتاعتنا والمسافة الكلية اللي يكون فيها الصفوف. طيب انا لو افترضت ان انا قلت انا عايز يكون عندي 3 أعمدة، فهقول انا عايز الأعمدة 3، هيحصل ابديت للبريفيو بمجرد لما اغير الاختيار بتاعي. وقلت ان انا عايز يبقى عندي 4 صفوف. طيب الاربع صفوف كده، يبقى كده الاري بتاعتنا هي 3 أعمدة في 4 صفوف. المسافات ما بين الاعمدة هي المسافة عموما، هتبقى المسافة بين النقطة والشبيهة بتاعتها في الاوبجكت التانية. بمعنى يعني انا مثلا لو قلت المسافة بتاعتي 4 ما بين الأعمدة، إيه اللي هيحصل؟ يبقى ده معناه إن المسافة بين كل نقطة وناظرها تساوي 4. يعني إيه؟ يعني أنا عندي النقطة دي، المسافة من النقطة دي للنقطة اللي زيها هنا هتبقى 4، المسافة من هنا لحد هنا هتكون 4، المسافة من هنا لهنا نفس الكلام هتكون 4، وكذلك ما بين الأوبجكت ده والأوبجكت ده، يعني المسافة بين هنا وهنا هتكون 4، ما بين هنا لهنا هتكون 4، حتى لو عندنا نقطة من في المنتصف فالنقطة من هنا لحد هنا هتبقى 4. في الاتجاه التاني لو قلت مثلا أنا عايز المسافة تبقى 5، فزي ما احنا شايفين اللي حصل إن المسافة ما بين أي نقطة وناظرها في الأوبجكت التاني بقت 5.
في حاجة برضو ممكن نقولها في الاري هنا، ان في حاجة اسمها الاسوشيتيف او الاسوشيتيف. خلينا نبص الاول لو احنا خرجنا من الامر بالطريقة دي هيكون في ايه. طب انا خلاص، انا كل اللي هعمله هدوس انتر. بعد ما دوست انتر خلاص بقت الاري بالشكل دوت، تعتبر اوبجكت واحد بالنسبة لي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو عايز اعمل ايديت في اي جزء عايز انقله، فانا بنقل الاري ككل. عايز اعمل موف، فانا بعمل موف للاوبجكت ككل. فهو بيتم معاملة الايه، الاوبجكت ده او الاري كاوبجكت واحد. طيب عايزين ممكن نجرب الجزء الامر اللي هو كان بتاع الاسوسييتيف. يعني انا لو جيت مثلا قلت انا عندي دايرة بالشكل ده عايز اكررها، فهختارها اقول اري. وهو اول لما قلت اري انتر فبيقول لي نوع الاري ايه، الريكتانجلر ولا الباث ولا البولر. فانا هدوس مسطرة عشان افعل اللي هو ما بين الاكبر من الاصغر من اللي هو المستطيل. وممكن ان انا اكتب ار اللي هو الجزء بالازرق زي ما قلنا قبل كده. فانا لو قلت ار انتر فهو بيقول لي بيفعل لي الامر بتاع المستطيل او الريكتانجلر اري. لو انا بقى يعني ما فعلتش الاختيار اللي هو الاسوسييتيف دوت ورحت جاي شايله وقلت انتر، اللي بيحصل بنبص تلاقي كل اوبجكت بيبقى منفصل عن الاوبجكت التاني. يعني انا هنا كانت الاري كلها جزء واحد، هنا الاوبجكتس او النواتج عملية الاري كلها منفصلة عن بعضها. انا ممكن احرك كل واحد لوحده، يعني كل واحد بيبقى منفصل عن التاني. بعد كده في امر برضو ممكن نتكلم عليه دلوقتي بالمرة، اللي هو امر اسمه اكسبلود. الامر بتاع اكسبلود بيبدأ يكسر العناصر اللي هي مرتبطة مع بعضها بالشكل ده اللي بنقول عليها برضو بلوك. بيبدأ ان هو يكسرها للعناصر اللي الاوبجكت الكبير بيتكون منها. بجيبه منين الامر بتاع الاكسبلود؟ باجي من الهوم سكرين وادوس على العلامة ديت، او ممكن ان انا اكتب اكس انتر هيبقى برضو اكسبلود. زي ما احنا شايفين، احنا اصلا لو وقفنا على اي امر بيدينا زي توضيح الامر دوت بيعمل ايه. فهو بيقول breaks a compound object into its component objects. يعني انا لو دوست اكس وقلت انتر، ايه اللي هيحصل؟ هو دلوقتي كسر الاري بتاعتنا للعناصر اللي بتتكون منها الاري. يعني هو في الاخر وصلها الى يعني الى حاجه شبيهه بالاري اللي احنا عملناها هنا، وما فعلناش الاسوسييتيف اوبشن واحنا بنعمل الاري. لو جينا بصينا هنلاقي هو قسم الاوبجكت الكبير اللي هو الاري او ناتج الاري للعناصر المكونه له، واللي هي مجموعه مستطيلات مع بعضها. طب انا حتى لو جيت مسكت المستطيل الواحد ورحت جاي اعمل له اكسبلود، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يكسر المستطيل نفسه الى 4 خطوط اللي هما بيكونوا المستطيل. يبقى الامر بتاع اكسبلود بيفيدني في بعض الاحيان ان انا لو عندي اوبجكت كبير او عندي اوبجكت او بنقول عليه بلوك متكون من اكتر من اوبجكت، وعايزين في الاخر نوصل او نعمل اديت على واحد من العناصر دي، فنبدا نعمل لها اكسبلود عشان نقدر نتحكم او نعمل تعديل على كل واحد لوحده. ده بالنسبه للامر بتاع الاكسبلود. وبرضو بالنسبة للريكتانجلر اري. طب في حاجة تانية اللي هي البولر اري، خلينا نشوفها برضو عبارة عن ايه. انا هاجي اقول مثلا ان انا عندي دايرة بالشكل ده وعايز اكررها في مسار دائري، هعمل ايه؟ هروح جاي مختار الدايرة واجي على الاري واقول البولر اري. طيب هو بيقول السنتر بوينت بتاع الاري فين، يعني نقطة المركز اللي الأري هتتم حواليها. أنا لو افترضت مثلا إن نقطة المركز هي هنا، فهيبدأ المسار الدائري هيكون مركزه هو النقطة اللي أنا واقف عندها دي. طيب عدد الأيتمز كام؟ أنت عايز كام واحدة؟ يعني أنا هنا مثلا الديفولت 6 وهو عامل بريفيو للوضع ده. أنا لو عايز أقول مثلا خلي العدد مثلا 8. طيب هو الديفولت بتاعه ان انا لما بغير العدد هو بيبدأ يغير لي المسافات ما بينهم. انا ممكن اثبت الايتمز وابدأ اغير في الزوايا وهو برضو هيعدل الايتمز بناء على ده.
وهو برضو هنا الزاوية الكلية اللي احنا بنتكلم عنها هي 360، اللي هي تعتبر دايرة كاملة. نفس الكلام انا ممكن اعمل الموضوع يبقى اسوسيتيف او لأ. لو دوست انتر هنبص نتلاقي ان هو عمل لي 8 دوائر على المسار دائري، والمركز بتاع المسار دائري هو النقطة اللي انا اخترتها هنا. طيب لو افترضت مثلا ان انا في عندي خط بالشكل ده، وانا في عندي دايرة موجودة هنا وعايز اكرر الدايرة دي على مسار الخط ده، هعمل ايه؟ هروح جاي مستخدم النوع الثالث من الاريز، وهختار الاوبجكت واقول له انا عايز اري الباث اللي هو المسار اللي انا عايز اكرر عليه هو ده. زي ما احنا شايفين هو بدأ يكرر الدايرة على المسار بتاع الخط. لو كان المسار دوت كيرف هو هيبدأ برضو يكررها على الكيرف او قوس. وبرضو احنا عايزين نعمل المسافة، هو هنا بيبدأ بقى ياخد المسار كله. يعني ايه؟ يعني احنا هنا الايتمز هو مش مديني اختيار، بس انا ممكن لو قفلت هنا، يعني انا في الديفولت ان هو بيبدأ يكرر الدايرة على المسار كله بالمسافة دي. يعني انا لو قلت له خلي المسافة ديت مثلا 5، فهو ايه اللي هيحصل؟ فهو كررها بمسافة 5 بالشكل ده. طب لو انا قلت 10 هنتلاقي 10 بالشكل ده. فالديفولت ان هو بيبقى قافل الايتم كاونت، انما انا ممكن مثلا لو انا عايز اكررها 5 مرات بس، ايه اللي هيحصل؟ اهو بالشكل ده بالمسافة دي. فالديفولت بتاعه ان هو بيكرر على طول المسار ككل. انا لو عايز اتحكم ان هو ما يبقاش التكرار على طول المسار ككل، فاكتيفيت الايتمز من هنا واشوف انا عايز كام واحدة، او هل انا عايز المسار ككل اكرر عليه، ولا انا عايز جزء بس من المسار. ممكن برضو التوتال المسافة الكلية قلت اتحكم فيها، خلي المسافة الكلية مثلا 100، فهو بدأ يعمل لي 5 اوبجكتس المسافة بينهم 25، بحيث ان المسافة كلها تبقى 100. هنا برضو انا ممكن اتحكم في عدد الصفوف. يعني انا لو قلت انا عايز مثلا صفين من الموضوع ده، مسافة بينهم مثلا 15، فايه اللي حصل؟ لقينا ان هو بدأ يعمل لي صف موازي للصف الاساسي، والمسافة ما بين اي نقطة وناظرها هتبقى 15. اعتقد احنا يعني كده غطينا اهم الاجزاء في الامر الاري. انتو ممكن بقى لو في حاجة انا ما جربتهاش تجربوها مع بعض. عشان اخرج من الامر بتاع الاري خلاص هدوس انتر، وهنا هو برضو كل اوبجكت لوحده لان ما كنتش مفعل الامر او الجزء بتاع الاسوسييتيف. طيب خلونا نمسح اللي احنا عملناه ده كله، وفي امر احنا ممكن نتكلم عليه برضو اللي هو الامر بتاع الروتيت. ان انا لو عندي اوبجكت وعايز اعمل له روتيشن بطريقة معينة اعمله ازاي؟ هنفترض برضو ان انا عندي مستطيل بالشكل ده وعايز اعمل له روتيت. الامر بتاع الروتيشن انا بجيبه منين؟ بجيبه من هنا من قائمة موديفاي، او بختار الاوبجكت واكتب ار او انتر، يبقى انا كده عملت روتيت او اكتفت الامر بتاع الروتيشن. طيب هو هنا بيسألنا سؤال بيقول لنا النقطة البيز بوينت. البيز بوينت هي النقطة اللي انا هبدأ الف بالنسبة ليها، فهقول له انا عايز البيز بوينت مثلا هي النقطة دي. اول لما نختار النقطة بيبان لنا خط بالشكل ده لان احنا مفعلين البولر سناب. لكن الخط ده انا ممكن الف بالزاوية اللي انا عايزها، لو انا مش عارف الزاوية فانا ممكن الف والف المستطيل ده، ممكن اخليه رأسي، ممكن اخليه باي زاوية انا عايزها. لكن لو انا عارف قيمة الزاوية، احنا قلنا قبل كده الزوايا الموجبة بالنسبة للكاد بتبقى عكس عقارب الساعة، فلو قلت له فرض نخليه للزاوية 30 فهيبدأ يلفهولي بزاوية 30. الزاوية 30 هي انهي زاوية؟ هنا هي الزاوية ما بين خط افقي اللي هو بيمر بالبيز بوينت و الخط اللي هو القاعدة بتاعة المستطيل بالشكل ده.
طيب خلينا برضو نشوف ايه تاني موجود في الامر بتاع الروتيت. يعني لو انا عندي مستطيل تاني اهو عايز اعمل روتيشن، انا اخترته هقول روتيت، فبيقول البيز بوينت. انا لو اخترت اي بيز بوينت تانية، يعني مثلا لو انا اخترت السنتر، وهنا برضو انا في حاجة ممكن او وهي ازاي ان انا اختار السنتر بتاع المستطيل. انا لو عارف، انا عارف ان السنتر بتاع المستطيل هو هيبقى النقطة اللي في النص ما بين خط يوصل ما بين الميد بوينت دي والميد بوينت دي، لكن انا مش عارف هو فين بالظبط. في حاجة انا لو عملتها، لو دوست كنترول ورحت جاي دايس كليك يمين، بيبدأ يظهر لي القايمة بالشكل ده، وبيبقى في اختيار فيها اسمه الميد بتوين تو بوينتس. يعني انا هختار اللي هو الاختيار بتاع الميد بتوين تو بوينتس. طب هو بيقول لي النقطة اللي انت عايز تختارها هي ما بين انهي تو بوينتس، انا هقول له ما بين النقطة دي وما بين النقطة دي، فهو تخيل كأن في خط واصل ما بين النقطتين وراح جاي خلى البيز بوينت هي النقطة اللي في النص. انا كده تقريبا يعتبر اخترت المركز بتاع المستطيل من غير ما اقعد ارسم خط افقي ورأسي واشوف نقطة التقاطع وهكذا. انا عارف ان هو هتبقى في النص بتاع الخط الواصل ما بين التو ميد بوينتس، فبدوس كنترول وبعد كده كليك يمين واختار ميد بتوين تو بوينتس. الاختيار ده على فكرة هيساعدنا في حاجات كتير زي ما نيجي نشوف بعد كده في الأمثلة لما نيجي نتكلم على الجزء التطبيقي. طيب برضو أنا خلاص اخترت البيز بوينت، فممكن أروح جاي إيه لافف بأي زاوية أنا عايزها، ممكن أخلي الزاوية 45، ممكن خلاص لو أنا عارف الزاوية أختارها، لو مش عارف الزاوية بتبدأ تشوف. طيب في حاجة، في اختيار هنا هو موجود اسمه الكوبي. الكوبي يعني أنا هعمل روتيشن، بس لو انا اخترت كوبي خلاص هو الجزء. لو انا اخترت الامر بتاع الكوبي اللي بيحصل الشكل الاساسي بيفضل موجود، والروتيشن بيبقى نسخة من الشكل الاصلي بس معمول لها روتيشن. يعني انا لو افترضت قلت خلاص انا هخلي مثلا دي 90 درجة، فايه اللي حصل هنا؟ الشكل الاساسي اللي هو المستطيل ما زال موجود، ما حصلش فيه اي تغيير، بس هو عمل نسخة منه ومتدبره على زاوية 90. ممكن برضو نبص كده على امر كمان اسمه سكيل. سكيل دوت انا ببدأ اعمل سكيلينج الاوبجكت معين سواء بالتكبير او بالتصغير بالنسبة برضو لوضعه الاصلي. بجيبه منين الامر بتاع سكيل؟ بجيبه من البانل بتاعة الموديفاي واختار سكيل، او ممكن اكتب اس سي انتر. يعني انا مثلا لو افترضت ان انا عايز اصغر المستطيل دوت، عايز اعمل له مثلا سكيلينج ان انا اصغره ب 50%، فاروح جاي مختار المستطيل هختار اس سي انتر، يبقى انا كده عملت تفعيل للامر بتاع السكيلينج. طب هو بيقول لي البيز بوينت، انا هقول مثلا البيز بوينت اللي انا عايز اصغر بالنسبة لها. لو انا مثلا خدت النقطة دي ايه اللي هيحصل؟ احنا لو شفنا ان انا ممكن اكتب سكيل فاكتور، تمام، او ان انا لو بتحرك بالماوس هو بيبدأ يكبر لي او يصغر لي بناء على الحركة بتاعتي. طب انا مثلا قلت عايز اصغره ب 50%، ايه اللي هيحصل؟ هروح جاي كاتب سكيل فاكتور نص نص، هو كده صغر المستطيل. لكن لو بصينا ايه اللي حصل، هو البيز بوينت ديت خلاها ثابتة، يعني النقطة دي كانت هي الكورنر بتاع المستطيل اللي احنا اعتبرناها البيز بوينت، هو خلاها ثابتة وبدأ يصغر بالنسبة للنقطة دي. طب لو انا عملت كنترول زد اندو ورحت جاي مختار المستطيل تاني وقلت له اس سي انتر، وخليت الاختيار بتاعي ان انا عايز اصغره بنسبة مثلا 50%، بس البيز بوينت هي المركز، هروح جاي عشان اختارها هروح جاي دايس كنترول وبعد كده كليك يمين ميد بتوين تو بوينتس، وهختار النص. ايه اللي حصل؟ النقطة اللي فضلت ثابتة هي نقطة المركز، والمستطيل صغر بنسبة 50% بالنسبة للنقطة دي. برضو انا لو جيت بصيت ودوست على امر سكيل واخترت ايا كانت البيز بوينت اختار النقطة دي، ايه اللي هيحصل؟ برضو في عندنا اختيار الكوبي اللي هو ان انا ممكن اعمل نسخة من الاوبجكت معمول لها سكيل. السكيل فاكتور ممكن يبقى بالتكبير مش لازم يكون بالتصغير، يعني انا لو عايز مثلا اكبرها
فبنسبة مثلا 200% مثلا، فأنا ممكن أو عايز أكبره للضعف، خلينا أقول إن أنا هقول السكيل فاكتور بتاعي هيبقى 2، اللي هيحصل هيبقى تقريبا المستطيل الأصلي بتاعنا، لكن بما إن أنا كنت مختار البيز بوينت هنا فكان التكبير بالنسبة للنقطة دي، لو كان كنت اخترت المركز فكان هيرجعني للوضع الأصلي. برضو لو أنا اخترت ده نعيد التكبير تاني، اختاره وادوس سكيل اس سي انتر البيز بوينت، هقول له البيز بوينت اي نقطه انت عايزها، النقطه اللي انت تختارها هي هتفضل ثابته وهيبدا هيكون التكبير بالنسبه لي. انا لو فضلت واقف كده ايه اللي هيحصل؟ هقول له سكيل فاكتور مثلا كبره لي 3 مرات، النقطه دي هتفضل ثابته وهيبدا هيكون التكبير بالنسبه للنقطه دي، وده مستطيل 3 مرات من المستطيل الاساسي. ده الامر بتاع سكيل. في امر برضو اسمه استريتش. الامر بتاع استرتش دوت بستخدمه لما اكون عايز امد الحواف او حواف الاوبجكت معين من نقطه لنقطه تانية او من مستوى لمستوى تاني. على سبيل المثال لو انا افترضت ان انا عندي مستطيل وعايز اعمل له اكستنشن او عايز اعمل له استرتشنج عايز اعمل استرتش للايدج دي واوصلها لحد الخط. احنا كنا خدنا قبل كده الامر بتاع اكستند، بس الامر بتاع اكستند ممكن ميبقاش فاليد في كل الاحوال، وبيكون في الغالب يعني قابل للتطبيق على الخطوط والاقواس وهكذا. لكن انا لو جيت مثلا افترضت ان انا عايز اطبقه على الامر بتاع او على مستطيل هتلاقيه مش هينفع. يعني انا رحت جايب اخترت الخط اللي هو الحافه اللي انا همد ليها وقلت اكستند، جيت اختار مستطيل مش هيختار المستطيل، هيقول لي مش هينفع. فهنا بعمل حاجة بقى، بعمل استريتش، فاروح جاي مختار الحافة اللي انا عايز اعمل لها استريتشنج، وبختار امر استريتش منين؟ بختاره من هنا اهو، او بختاره من الكوماند لاين واقول اس تي ار، هو على طول بيطلع لي الاستريتش في اول اختيار، وبرضه بيكتبه لي في الكوماند لاين لو دوست انتر خلاص. طب هو بيقول لي انت عايز تنقل منين البيس بوينت؟ انا هختار النقطة دي. لو جينا بصينا هتلاقي ان انا من النقطة دي ممكن اعمل ستريتشنج في الاتجاه ده بالزيادة، يعني اطول او ان انا اقصر الحواف بتاعتي. طيب زي ما احنا شايفين اهو عايز اوصل لحد الخط، اختار الخط وكده خلاص. طيب هو عموما الامر بتاع الاستريتشنج بيتم، انا هحرك المستطيل تاني، بيتم ليه الحواف يعني الحافة اللي انت هتختارها هو هيحصل فيها ستريتشنج. لو انا افترضت ان انا مثلا عندي بولي لاين، احنا كنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وقلت مثلا ان او في ال انتر فهنا انا لو اخترت النقط ديت وعايز اعملها ستريتشنج فاروح جاي اس تي ار، يبقى انا هخرج من الامر اللي انا فعلته ده. STR ويختار النقطة وأبدأ أحرك منها. هنا اللي بيحصل إيه؟ إن أنا النقطة ديت أنا هي البيز بوينت، فببدأ أحرك بالنسبة للنقطة ديت والإيدجز بتاعتي بتبدأ تتحرك معايا بناء على أنا هودي النقطة بتاعتي ديت فين. طيب ده بالنسبة لأمر الاسترتش، وقلت إن ممكن يكون الاسترتشنج ان انا اطول او ان انا اعمل شرينكينج، يعني ان انا اخش في الاتجاه التاني. اعتقد دي الاوامر اللي انا كنت عايز اتكلم عنها النهارده في الجزء بتاع الموديفاي او الموديفاي بانل. في برضو امرين انا كنت عايز اتكلم عنهم في الدرو بانل. اول امر منهم اسمه الريفيجن كلاود. الريفيجن كلاود انا بجيبه من الدرو بانل، و هو ده ممكن برضو ان انا اجيبه من الكوماند لاين، ان انا اكتب ريف كلاود يجيني برضو الريفيجن كلاود. الريفيجن كلاود هو امر انا مش بستخدمه في الرسم دايما، يعني انا مش برسم بيه حاجة، لكن انا بستخدمه لما يكون انا عندي لوحة وفيها مثلا خطأ ما عايز اعمل علامة عليها بحيث ان انا اقول الجزء ده يتراجع بعد كده، فبختار الريفيجن كلاود واعلم عليه على الجزء دوت.
فاللي يشوف الجزء ده او انت مثلا لما تشوف الجزء ده بعد كده، خلاص الجزء ده انا هراجع عليه واشوف اذا كان في خطأ ولا مفيش خطأ. بجيبه منين؟ انا قلت بجيبه من الدرو بانل اهو. في كذا شكل للريفيجن كلاود، في الريكتانجلر وفي البوليجونال وفي الفري هاند. الريكتانجلر هو هيرسم الريفيجن كلاود على شكل مستطيل، انا هختار مثلا واوريكم ازاي. فهو بيقول لك الفيرست كورنر، انا هبدأ ارسم اهو السكند كورنر، انت كده اهو كأنه رسم مستطيل، والمستطيل دوت ركنه هنا، والركن التاني اللي هو السكند بوينت اللي انا سبتها. وهو بتبقى الريفيجن كلاود عبارة عن اكواس جنب بعضها بالشكل ده، خلاص برسمها حوالين الحتة اللي انا عايز ابص عليها بعد كده، واشوف اذا كان فيها مشكلة او لو في منطقة محتاجة مراجعة. الاقواس اللي احنا بنرسمها دي بيبقى ليها نص قطر احنا ممكن نتحكم فيه. يعني انا لو جيت وقلت ريفيجن كلاود تاني، فممكن الارك لينس طول القوس ممكن اتحكم فيه. فمثلا هو الديفولت 8، ممكن مثلا اخليه، لو خليته 5 وجيت رسمت هنبص نتلاقي ان الاقواس صغرت شوية وبقى الارك لينس بايه ب5. في شكل تاني انا ممكن ارسم بيه، ممكن ارسم بالبولوجينال. هو برضو بيقول طيب النقطة بتاعتنا الستارتنج بوينت اهو، هو كده رسم بوليجون. هو يعني هو مش بيرسم بوليجون بشكل البوليجون بتاعنا اللي احنا عارفينه، لكن هو بيسمح لي ان انا ارسم اكتر من كورنر. يعني انا هنا المستطيل لما استخدمته انا اخترت الفيرست بوينت وقال لي السكند بوينت، فاخترت الجزء ده. انما في الجزء اللي هو التاني اللي هو بتاع البوليجون انا بحدد النقط. يعني انا لو افترضت مثلا ان انا عندي رسمة بالشكل ده وعايز ان انا ارسم بوليجون مثلا حوالين الجزء ده، فممكن المستطيل ما يكونش انسب حاجة هنا، فبختار الريفيجن كلاود على شكل بوليجون وببدأ احدد الاركان بتاعة البوليجون بتاعي. فانا مثلا اقول النقطة دي النقطة دي النقطة مثلا دي، وبعد كده هنا، وبعد كده كده، وبعد كده كده، خلاص. لو انا دوست اسكيب انا خرجت، كان المفروض ان انا دوست انتر عشان اخليه يرسم الحاجة اللي أنا فعلا عملتها. أنا هاجي هنا أهو، لو دوست انتر خلاص أنا خرجت من الأمر والشكل اللي أنا رسمته بيفضل موجود. في حاجة أخيرة من الدرو أو الريفيجن كلاود اللي هي الفري هاند. الفري هاند أنا يعني ببدأ أرسم بقى، مفيش شكل معين أو نمط معين بتبعه، أنا ببدأ إن أنا إيه بدوس كليك بالماوس وابدا ان انا احرك. انا كأن انا اللي برسم الايه الشكل لحد ما يعمل جوين مع الشكل مع نقطة البداية. اعيده تاني، لو انا جيت هنا وقلت هو متفعل اللي هو ده النقطة اهي، انا دوست كليك شمال ببدا ان انا ارسم كأني الماوس بيعامل معاملة قلم وانا بايه برسم. طيب اهو باجي لحد نقطة البداية واقفل معاها وخلاص كده انا رسمت. الطريقة دي من رسم الريفيجن كلاود بيبقى اسمها الفري هاند. الامر التاني اللي انا كنت عايز اتكلم عليه في قائمة الدرون او كده في الجريد عشان ما تخيلناش، هي الامر بتاع الهاتش، التهشير. التهشير احنا عارفين ان احنا بنستخدمه دايما في الرسم في حالة ان احنا عندنا قطاعات او مثلا في الاعمدة وخلافه. انتوا شفتوا في الرسم المدني اعتقد التهشير بنستخدمه في ايه. طيب التهشير بنجيبه منين؟ بنستخدمه من الامر بتاع الهاتش. الهاتش موجود في الدروب هانل اللي هو العلامة دي، وممكن ان انا اجيبه بان انا اكتب اتش انتر فيجيب لي الهاتش. طيب انا عايز اعمل الهاتش. الهاتش فيه منه كذا نوع احنا هنتكلم عنهم دلوقتي. انا فرضا هقول اتش انتر. طيب الاتش انتر هنا في كذا اختيار ممكن يظهروا عندنا في عملية التهشير. هو بيقول لي مثلا الديفولت بتاعه البيك انترنال بوينت، يعني اختار الانترنال بوينت بتاعتك.
فده بستخدمه امتى؟ ده لو انا عندي مساحة، تمام، وانا عايز اختار نقطة جوه المساحة دي. فلو انا اخترت نقطة جوه المساحة ديت، بيبدأ يظلل الايه المساحة المتحوطة بالنقطة اللي انا حطيت فيها الكليك بتاعتي. اول حاجة قبل ما تختار النقطة، انت في عندك حاجة اسمها الباترن. الباترن هي الشكل بتاع التهشير، فممكن نختار اي شكل من عندنا، هو الديفولت بتاعه الانجل دوت. لكن احنا ممكن مثلا لو كان افترضنا ان ده عمود او حاجة، فممكن يكون التهشير بتاعنا ناخد التهشير دوت. لو جينا بصينا، احنا لما بنيجي نحرك الماوس ونحطه جوه المساحة اللي احنا عايزين نعمل لها هاتش، فايه اللي بيحصل؟ هو بيعمل لها زي بريفيو. فالبريفيو اهو انا خرجت بيتشال. طبعا هو هنا انا بره مش هيقدر يهشر المساحة كلها، الديفولت ان انا بختار نقطة جوه مساحة عشان يخلي المساحة ديت هاتشد. طيب انا هنا اهو، لو انا عاجبني السكيل دوت فخلاص بقول له تمام، لو مش عاجبني ممكن ان انا ابدأ اغير في الايه في السكيل. طيب احنا في عندنا اللون برضو بتاع التشير ممكن نغيره، يعني انا اخترت احمر، ممكن اجي اقف هنا يبقى احمر. و تاني السكيل بتاع الهاتش احنا ممكن نغيره، يعني انا لو جيت بصيت هنا هتلاقي المسافات ما بين الخطوط بالشكل ده. طب لو انا مثلا قلت خليلي السكيل بتاعي 1.5، وجيت وقفت هنا، لاحظنا هنلاقي ان المسافات ما بين الخطوط بعدت. لو انا خليتها بدل 1 خليتها 0.5، وجيت قربت، المسافات ما بين الخطوط بنلاقيها قربت. طيب برضو في الاسوسييتيف ديت، يعني خلينا الاول دلوقتي انا هرجع ديت 1 وهقول ايه اوكي تمام. هدوس بقى جوه النقطة اهي، هو الايرور ده جه لان انا دوست بره الاريا، فهو بيقول لي الاريا دي ما لهاش باوندريز، فمش هتنفع ان انا اعمل لها سيلكت. طب انا هدوس كده، فبيقول لي خلاص، لو انا خلاص هو انا دوست جوه الاوبجكت بتاعي، لو دوست انتر فخلاص انا هخرج وبقى الهاتش بتاعي بالشكل ده. طيب لو انا عشان استخدم الامر بتاع الهاتش عن طريق البيج بوينتس، انا لازم اعمل حاجة، لازم اعمل ايه؟ لازم يكون عندي المساحة مقفولة، يعني انا ما ينفعش يكون عندي مساحة مش مقفولة واعمل فيها الامر بتاع الهاتش باستخدام البيج بوينت. بمعنى لو افترضت ان انا مثلا عندي هنا دايرة، وعندي مثلا الشكل دوت، ولو عندي شكل مثلا كده، انا لو جيت جربت الامر بتاع الهاتش اهو وبقول له البيك بوينت، انا لو جيت هنا هيبدأ يعمل لي بريفيو. بس لو جيت هنا ودوست انتر هيقول لي ايه؟ هيقول لي ان a closed boundary can't be determined، بمعنى ان الشكل دوت مفتوح مش هيقدر ان هو يعمل فيه عملية التشير، لكن الدايرة لو وقفت عندها ممكن، والمثلث يعمل، لان النقطة ديت متحوطة بمساحة مقفولة. لو افترضت ان انا ممكن برضو اغير اللون، وهخلي مثلا الباترن بتاعتي هي دي، ممكن لون تاني عشان يبقى اوضح اخليه ابيض. طيب انا هنا لو دوست على ده فخلاص انا كده يعني عملت هاتش في الاوبجكت في المساحة ديت، ولو جيت هنا دوست برضو هيعمل لي هاتش في المثلث دوت. طيب الامر بتاع الاسوسييتيف ده بيبدأ ان هو يعمل اكسبانشن للهاتش بتاعي لو السايز بتاع الاوبجكت اتغير. بمعنى ان انا لو افترضت ان انا عندي دايرة بالشكل ده ورحت جاي مكبرها، فهو هيبدأ يكبر الهاتش معايا وهكذا. لكن ده مش هيعمله على المثلث، لان انا رسمت المثلث عبارة عن خطوط مع بعضها. لو انا حركت خط من الخطوط هو مش هيقدر يعمل كده، هو بيعمل ده مع
الاوبجكتس اللي هي او الهاتش الموجود جوه اوبجكتس مقفوله على بعضها زي دايره زي بوليجون او بولي لاين، لكن الخطوط المنفصله مش هيقدر يعمل فيه الكلام ده. فانا ساعتها في حاله زي دي ببدا ان انا اعدل الشكل بتاعي لو كان عباره عن خطوط، ولو اخترت الهاتش هتبص تلاقي ان هو الهاتش بتاعك لو ايدجز برضه، يعني انا لو خدت دي ونقلتها هنا ولو خدت النقطة دي نقلتها هنا فبعمل فيت للشكل الاساسي برضه. احنا لو لاحظنا نلاقي ان انا لو اخترت برضه الهاتش كل الهاتش اللي اتعمل في المرة اللي انا عملت فيها الهاتش ده بتبقى يعني كلهم بيتم اختيارهم مرة واحدة عشان تفصلهم. انا لو دوست اكس انتر هيبدأ يفصلهم، بس المشكلة بتاعت اكس انتر في الحالة ديت ان هو بيبدأ يكسر حتى الهاتش ويحوله لمجموعة من الخطوط، وده بيبقى موضوع سيء جدا عشان لو احنا حبينا مثلا نمسح الهاتش او نعدل الهاتش يبقى ساعتها محتاجين نختار كل الخطوط اللي بتكون الهاتش. فعشان كده في برضه في طريقة تانية ان احنا نعمل الهاتشز منفصلة عن بعضها عشان ما نلجأش للأمر بتاع اكسبلود. فنعملها ازاي؟ خلينا نشوف. لو انا عملت كنترول زد بقى انا هرجعهم تاني وهمسحهم، ازاي ان انا اعمل الهاتشز ديت منفصلة عن بعضها. هفعل الامر بتاع الهاتشز واختار اي باترن عندي هنا مثلا دي. طبعا احنا لو لاحظنا نلاقي هنا ان الشكل اللي انا مختاره مش واضح ككل، وده سببه ان السكيل بتاع الهاتش دوت كبير قوي على الاوبجكت بتاعي. فايه اللي يحصل في حالة زي دي؟ اروح جاي مثلا مخلي السكيل بتاعي بوينت 2 واخرج هنا، فبص تلاقي ان الموضوع بقى اوضح شوية. حتى بوينت 2 ممكن تبدو ان هي كبيرة شوية، فممكن بوينت 1 او حتى بوينت 0.5. لو جيت بصيت هتلاقي الهاتش بقى واضح في الحالة بتاعتي. المهم انا هنا لو دوست ودوست لو دوست انت خلاص الاثنين هيخرجوا هيبقوا هما الاثنين حاجه واحده. لكن في من اوبشنز هنا حاجه اسمها كرييت سيبريت هاتشز، بمعنى ان الهاتشز اللي انا هعمل لها كرييشن دلوقتي او اللي انا هعملها هتبقى منفصله عن بعضها. فانا هفعل الامر دوت وهخرج منه، ولو دوست انتر ايه اللي بيحصل؟ بيبقى كل هاتش منفصل عن التاني. انا افضل ان احنا نشتغل بالطريقه دي، لان احنا لو قررنا ان احنا عايزين نمسح الهاتش ده ونخلي الهاتش ده فساعتها نقدر نعمل الموضوع ده بسهوله بدل ما نلجأ لحته الاكسبلود. ولو عملت اكسبلود مش هقدر ارجع الهاتش لوضعه الاصلي، وساعتها هيبقى في ازمه من مع يعني ازمه التعامل مع الخطوط الكتير اللي هتكون ناتجه عن عمليه الاكسبلود وهيكون في اخطاء كتير. فاحنا من الاول ممكن نعمل الهاتش السيبريت بحيث اننا لو في تعديل على حاجة او اكتر نقدر نعدلها، ما نعدلش في كل حاجة. الهاتش برضو مش لازم بس يكون باترن، لا احنا ممكن يكون في اشكال اكتر. يعني انا مثلا ممكن يكون سوليد، ممكن الهاتش بتاعنا يكون سوليد. سوليد يعني بيختار اللون ثابت في كل المساحة. فمثلا انا لو كان يعني انا اخترت مثلا سوليد ممكن اختار اي لون انا عايزه، ولو فعلت بيج بوينتس ممكن اجي هنا برضو، ممكن اجي هنا فكرة. احنا محتاجين نمسح الهاتش الاساسي اللي موجود عشان نعرف نضيف السوليد هاتش. فانا هدوس هاتش اهو وهقول له انا عايزه سوليد، فالسوليد تبدأ بقى تختار اللون بتاعك وتبدأ تختار المساحات اللي انت عايز تعمل فيها الهاتش. وممكن زي ما قلت نعمل سيبريت هاتشز وندوس انتر، فكده هو عمل الهاتش. انا دوست بره دوست انتر، فكده هو عمل الهاتش عباره عن سوليد، هو لون واحد موجود في المساحه كلها. ده ممكن تستخدمه في حالات على حسب الكيس اللي عندك، لكن هو المعظم ان احنا بنستخدم الباترنز. في برضه حاجه تالته ممكن نقول عليها اللي هي الجريدينت هاتش، ان انا ما بيبقاش اللون بتاعي سوليد، لا بعمل جريدينت. ودي ممكن نكون شفناها في حاجه زي الوورد او الباوربوينت، هي برضه موجوده هنا في الهاتش. هختار هاتش واقول انا عايز الهاتش يبقى جريدينت. فلما اقول جريدينت بيبقى عندي الجريدينت له كذا شكل من هنا. فانت بقى هتختار على حسب الشكل اللي عندك. لو انا افترضت ان الشكل ده وفي الالوان اللي انت
هتكون الجريدينت بتاعك. فانا لو دوست مثلا، انا الديفولت عندي الازرق والاصفر، لو دوست هنا فده الشكل بتاع الهاتش بتاعي. لو انا افترضت ان انا هخلي اللون ده مثلا برتقاني مثلا والتاني ده اسود مثلا، فالهاتش نبص نلاقيه بقى بالشكل ده وهكذا. في كذا باترن للهاتش ممكن ان احنا نختار منها على حسب الكيس اللي انت عاوزها، ممكن تختار. طيب ممكن تاني ايه نقوله في الهاتشز؟ اللي هو طريق اختيار الهاتش نفسه. احنا كل اللي احنا كنا بنختار بيه او الطريقة اللي احنا اخترنا بيها، احنا اخترنا عن طريق ان احنا بنختار نقطة جوه مساحة فيبدأ ان هو يعمل هاتش للمساحة ككل. في برضو طريقة تانية اللي هي اختيار الاوبجكت، يعني انا بعمل هاتش في اوبجكت معين. بمعنى انا لو جيت قلت هاتش في حاجة اسمها select objects، الاوبجكت اللي انا عايز اعمل جواه هاتش، فالمفروض عشان اعمل اختار الاوبجكت ان يكون في عندي اوبجكت مقفول عشان اعمل فيه الموضوع ده. طيب هو هنا خلاص بيقول لي اختار الاوبجكت، فلو انا جيت قربت من الدايرة ايه اللي حصل؟ هو بيختار الدايرة. تمام، انا لان الديف لان انا مختار سوليد فهو يعمل كده، لان احنا عايزين الباترن. ممكن ناخد الباترن دي. لو جيت قربت تاني من المستطيل دوست عليه هيبدأ ان هو يعمل لي هاتش جوه المستطيل. لو انا جيت عملت بقى في المثلث، انا لما دوست هنا ما عملنيش هاتش لان هو الخط مش هيقدر يعمل جوه هاتش. تمام، انا لما اخترت ده هو اعتبر ان في اوبجكت في الايه في المنطقة دي فعمل فيه. فهو حتة اللي هو السيلكت اوبجكت ده انا افضل ان احنا نستخدمه لو احنا عندنا اوبجكت مقفول على بعضه، بحيث ان ايه تبقى المساحة محكومة ويبقى الموضوع ايه سهل. فالاختيارات اللي عندنا عموما في الهاتش هو يا اما انا بختار نقطة جوه مساحة، يا اما بختار اوبجكت وهو بيبدأ يعمل هاتش جواه. فده بالنسبة للامر بتاع هاتش. ده هنشوفه اكتر في التطبيق لما نيجي نرسم لوحات مع بعض ان شاء الله، وهيكون في عندنا تشير قطاعات او اعمدة فيكون الموضوع اوضح في عملية التطبيق. طيب دول كده انا كنت عايز اتكلم عليهم، الريفيجن كلاود والهاتش في الامر بتاع او في القائمة بتاعت الدرو. عاوز ابدأ اتكلم عن حاجة اسمها اللايرز او الطبقات. فانا همسح بقى كل اللي احنا عملناه دوت ونبدأ نتكلم عن موضوع الطبقات. انا بس هوقف لحد كده في الفيديو ده عشان ما يطولش ويكون مناسب ليكم، وهبدأ ان شاء الله اسجل موضوع الطبقات ده في فيديو جديد. فسلام عليكم، ولحد يعني ما اعمل الفيديو التاني.